وقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة الثالثة من ترانسبورت فيفر 2. انزين الحين يا جماعة الخير يا حلوين يا متابعين، انا اكتشفت ان عندي حصة هنا وعندي كونستراكشن ماتيريال هنا، مواد بناء، ومواد البناء هاي تايجنج مدينة خالد سيتي. خالد سيتي يا سلام. انزين مدينة خالد شو بيشتوي فيها يا جماعة الخير؟ انا بخبركم، بنحط فيها الحين ترك ستيشن هني، انا احطيها على لفتي ألم بعدها شوي على اتفاقية ساكس بيكم ونا. انزين وبنحطي لها من خارج ومداخل نفس ما سويت في الباقين، يعني بشل هذا بعدها شوي ان شاء الله يركب. انزين بحط المدخل من هني، ولحظة أول شيء خلنا نكبرها. أوكي ما يصير أكبرها أكثر، ستريت أكسس أدخلها من هني، وأحاول أحطي للشارع من وين؟ من الجنب، من الشارع من هني. أوكي نايس، أحطي لها شارع من هني. بالطريقة هاي، الطريقة صعبة شوي لكن اوكي ما عليك. شوفوا بسوي خط اسمه من هني لين، ما حطينا هني لحظة محطة لين هني، هذا بعد بكبر بسوي فيه نفس الحركة، بس هذا ابا شو اسوي؟ ابى اسوي تماما المدخل مكان مختلف تماما، يعني هذا يكون كونفجر، ابى اشيل هذا اخلي هذا مخرج بالطريقه هاي، مخرج بالطريقه هاي، وبشوف شو اللي بيشتغل وياي احسن، وبسوي المدخل من هنا نفس اللي قبله لو تذكرون. زين وني على الشارع وتسوي من هنا لين هنا، تسوي الكونكشنز من هنا لهنا. والحين بسوي الخط مال لاين 1 هذا اد ستيشن هنا. اوكي هاي لو اعكسها بيستوي احسن. لحظه كم فقر خلنا نشيل هذا، ندخل هذا مخرج وهذا مدخل، كيف يستوي؟ اوكي وايد احسن وايد احسن، بس هذا متوصل ترى، بيحطون سامان داخل ما عندنا مشكلة. انزين وبنحطينه هني لان ما عندنا هني نحن مبنى، خلنا نشيل هذا الفلتر، مبنى هني مكانه ممتاز بيكون اذا بشتري اي شيء، بسوي او بشتري بالاحرى 10 سيارات من هني لين هناك، وبنحطيهم على خالد ولا لاين 1 اللي هو لازم اغير اسمه الى خالد روكماين. على فكره الاسم يبدا من قسم التعليقات، اللي يكتب تعليقات في العاده حصل الاسامي هناك وسوي اسوالف. انزين والحين اقدر اجيب هذا من فحمه. انزين اقدر اجيب الكونستراكشن ماتيريال في نص المدينه عن طريق الانلود ستيشن مالنا هاي. يبون ابي يوصل للكل ولا ابي يوصل للكل؟ حلو فبنحطي 1 2 نسميه خالد هيدون كونستراكشر مواد بناء ماتيريال، اساس اني اعرف ان هاي تابعه لاي مدينه. خلاص الحين هذيل من يبدؤون يبون، خلنا نسرع اللعبة شوي، من يبدؤون يشلون الأغراض من هني بعدها بالعكس، بعدهم بالعكس. خلنا لحظة configuration بنسوي stop للعبة، بنبند هاي بنحطي هاي دخول، بنحطي هاي خروج. زين اساس ايوه الحين احسن وايد، لانه بيوقفون هنا افضل بكثير.
زين الحين ما قاعد ينتج وايد بس بينتج شوي شوي ما عليكم، بس شوي مسافة عندهم قبل لا يوصلون هنا لنا. لهالسبب أنا ما اشتريت للحين شاحنات حق الثاني، فقاعد يشلون هايل هاي قاعد يشلون قاعد يشلون قاعد يتريون فل شيبمنت. هم شو أنا حاط شيء فل شيبمنت، لا ما حاط اوبشن لود لود عادي، بس انهم يشلون شيء. اوكي اوكي نايس. الحين ها شو ها كوميرشال بيلدينج، ها في ناس تشتري سيارات وتسوي ها نايس من يطورون. زين الحين هذا من يبدا يوصل حصه على طول على منو على هذا المكان، انا بيكون وقت جيد اني اشل فيه هني ست سيارات، لان سيارات يبغى لها وقت توصل هناك اصلا. نشل ست سيارات بنوصلهم لخالد كونستراكشن ماتيريال، يعني هاي اللي بيبدون يشلون سما، لان هذا بيبدا يحصل حصه بيبدا ينتج. شوفوا على طول شيبمنت من يوصلون بيحصلون شيء، بس اظني بحتاج دبل السيارات هاي. لحظه خالد روك ماين اول خلهم 20، عندنا فلوس وامور طيبه يعني، فخلهم يروحون ويوصلون على راحتهم. الحين المشكله الوحيده هذا بالعكس يوم يشتغل يدخلوه هني اللي بيصير الجهه الثانيه شو بيسوي؟ بيوقفون شوي للزحمه، بس زين بس زين لان المصنع قاعد ينتج، يعني هذا قاعد ينتج وايد والحين اتجمعوا، بس شوي شوي بيتفرقون. شوفوا حتى هني حلو يدخلون يطلعون مره ثانيه على الشارع نفسه، شوفوا دربهم طيب، الثاني بعد دربه طيب، شوفوا على طول يدخل الشارع الثاني ما في حد يقاطعه. هني هني بعد جيد ترى نسبيا، بس لو اجيب هذا من هني كان احسن، بس ما في مساحه فعليه ترى، بس اوكي اوكي الحين زين على الاقل يشلون شيء ويروحون. هذا لازم يبدا ينتج اكثر ترى، ولا بتلعوز نحن بتلعوز. شل شيء على الاقل انه يشل شيء يعني. زين وهذا شو اخباره؟ الحين شو اخبار كل الخطوط مالي؟ نسوي زوم اوت وندق على الخطوط. خالد الروك هذا بيسوي الحين فلوس قريب، تو طلعناه. خالد كونستراكشن تو بدا ما اشتغل بعده. خالد روك هايل شوي في الماينس، الترين قاعد يدخلنا فلوس وايد ترى. القطار الحين يبالنا مواصلات، خلنا نمشي الوقت. نبى 1900 وشي نبى، بنمشي الوقت شوي لان الحين مدينة خالد يبالها مواصلات داخلية ومواصلات بحرية. لين هني خلي الكابيتال، يعني اذا احط هني باسنجر للركاب زين، ولا احط الباسنجر هني، مشكلة وايد مسافة بياخذ، يقدر يطلع من برا اي داخل، بس بيوفر علي انا كخليل عند المحطة على طول. شوفوا كيف بيوصل، بس تكلفته عالية، بس بيكون في نص المدينة، واللي هو أكثر من رائع لأنه بيغطي 3 محطات مترو. بس لو هذا هني أبي يغطي محطتين وايد أوكي. زين بس إذا نجيبه بالطريقة هاي، أيوة هني ما يستوي، يبالنا شارع شوي أقرب مثلا هذا. إذا لزق بالعكس، أيوة almost perfect. انزين وهذا وين الناس ساكنة؟ الناس ساكنة شوي ورا صح؟ هذا سهل جدا ها، شوفوا كيف. وبنسوي لهم مواصلات داخلية، بنحطي مال هذا وين نحطي؟ هذا بنحطي في نص الدرب عند مكان صناعي، هذا يطلع لنا القارب. القارب هذا على فكرة يشيل كل شيء، ها مش شيء واحد. هذا طبعا نيو لاين، سامحني يا خالد لكن هذا بيكون اسمه خليل بورتس، واني خليل. زين مواني خليل راح تشل، ناخذ الصغار يشل 70، هذا يشل كل شيء. كارغو تايبز ما نبي بس كارغو، نبي يشل ناس انت كارغو، ناس وكارغو، بس هذا وايد كبير
احسه وغالي. بس كم سرعته؟ 30. هاي 22 25 28 30 22 26. احس ان هذا احسن شيء. بناخذ واحد من هذا وبنسويه على خليل بورتس. اح ما في مكان حق سفينه كبيره، ما يتحمل مكان سفينه كبيره، ما عليه. فمعناه بناخذ هاي بدل حبه، ناخذ حبتين من هذا ونشله ونحطيه لخليل بورتس. شوفوا، فهات سفينتين الحين بياخذون درب من هني لين بوقف وقت اللعبه الحين من اشوف شو اسمه جديد. نايس. الحين هاي اللي بيشلون الناس من هني بياخذون لفه عوده شوي لين هني، بس اظني مو مشكله يعني، على امل. الحين في هالوقت هذا بنسوي في المدينه هاي مواصلات. طبعا ترام هي الوسيله المفضله مالي حاليا، فخلونا نسوي الشوارع عدله. انا اسف يا بيت، لكن انت لازم تنشل زين، وانت لازم الطريقة هاي. نقدر نسوي جسر هنا حليو؟ ما نقدر صح؟ صعب. نقدر نسوي الطريقة هاي، مش قضية يعني، بس بوصل هذا الشارع بعد. ايوه 28000. نقدر نحط ترام هني على البحر، ترام هني، ترام هني. خلنا نسوي ابجريد حق الشوارع هاي كلها زين. ولا تبون محطة ترام؟ أباها تطلع بالعكس، يطلع يمين ويلف لفة يمين، لأن أنا حاط الشوارع على اليمين. أبا أشل الترام هذا، خلنا نسوي مسافة الشارع أحسن، شكل حلو بيكون زين. وبنحط مكان ركاب عقب ما نخلص الترام. لحظة، آخر مرة استوت حفلة وما فيها. أنا أخذ لفة من هني، خلى الترام يلف لفة حلوة بالطريقة هاي، ويرجع مرة ثانية لطريقة للمحطة هاي. الحين بنبدأ نحط شو؟ واحد اثنين، هذا بيغطي نص المدينة. نايس. لازم نحط هني، لازم نحط هني. محطات على البحر هسه حلوه، هذا السبب الوحيد اني كثرت المحطات على فكره، لانه فقط بحر. انزين، الحين بنسوي خط. واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع، بس صبر، ثمان تسع غلط، حط ثمان هني تسع هني على اساس انه يوقف على الطريق بس. انزين، هنسميه خالد ترامب. خالد ترام، اوكي. هذا الترام اللي في مدينه خالد بتكون موجوده على اساس توصل الناس، بما ان عندهم كلهم وايد امور. انزين، عندهم الحين نحط محطه الترام، لان عندهم كونستراكشن ماتيريال وهناك فيه، ففي مجال ان نتبادل الناس والركاب، حد يسافر هني لهناك. بنحط خمسه ترام مبدئيا، بننزل خمسه ترام على خالد ترام. طبعا الباقيين مش متوصلين، حتى لو تشوفونهم ما يقدر يحطيهم. خالد ترام في خط واحد يتشاركون فيه بس، عادي مو مشكلة. هذا الخط ممكن توسعته حتى يعني، مش قضية. شوفوا الحين المدينة هاي قامت تحصل مدينة خالد كونستراكشن ماتيريال بيتطورون. خلينا نشوف مدينة أحمد. مدينة أحمد عماير بدأت تطلع فيها يا جماعة، يلا زين. Eventually they will get tools. في تولز هني وايد، شوف والله في تولز. ها وين أحمد تولز؟ احمد تولز الخط الاخضر، سوري احمد تولز دبل دبل. وهات كونفجر زين، نسوي حركة 60 60 الحين. صبر، زين خلنا نسوي بوز حق اللعبة. خلنا نبدأ، حطينا شوارع دخول، ونشيل الشارع هذا ونسوي الشارع خروج هني وشارع خروج هني، ونسوي الدخول للشارع شوي مختلف. اح قلت لكم هاي سالفه ادق الشفت هاي معاناه شوي. انزين،
ما في وين واي، ما في وين واي، بنحط الشارع من هني لين هني يدخلون لين هني، وشارع من هني بالتقاطع هذا نفسه يدخلون يلفون يسار. خلنا نشوف تقريبا بيرفكت، بس هذا ليش ما مش حاله؟ ما حد يبي يصير هاشتر. مش بيرفكت لكن ها ممكن نسوي دخول بعد، يعني ممكن لأن ما بيستعملون هالشارع ممكن خليهم يدخلون من هني يأخذون لفة ويردون. ولا هم يحتاجون خروج من هني إذا بيلفون هني، هم يدخلون من هني أحسن لهم ويطلعون من هني. ممكن أسوي شوي تعديلات، قلت لكم هالسوالف محتاجة استكشاف شوية، نفس أيام سيتي سكاي لاين كنا نستكشف شوية. فالحين شو استوى؟ نفس الشيء شوي نستكشف. زين خلنا نشوف شوارع كيف. لا سوى المشروع بيض كلهم بيدخلوا مهني. زين خلنا نشيل هذا، اظني هذا احسن شارع، يمكن بيدخلون كلهم بيطلعون من نفس الاتجاه، بيدخلون من اتجاهات مختلفة، ما حد بيدخل مهني. دخول مهني بعد مش مرغوب شكله، لان هني اذا اسوي كونفجر هذا اذا احاول دخول بيستوي ما اقدر احاول دخول ثاني. بيدخلون من دربين مختلفين؟ لا بيدخلون كلهم من نفس المكان الوسط. الغريب انهم يلفون بالعكس، فيعني اذا مثلا اذا انا بي بهدم هذا كله، زين بهدم هذا بهدم هذا بهدم هذا، بحط مثلا الدخول من طبعا اظن لازم يهدم بس خروج دخول ما اقدر. صبر، اذا اسوي دخول كله من هنا هم ياخذون لفه بالطريقه هاي، انا ابايبهم الحين هني واطلعهم من وين؟ من هني صح؟ فاذا عدلنا شويه نسوي بالطريقه هاي شو بيستوي في الخطوط؟ بعدهم ياخذون اللفه الثانيه من داخل هذيل اوكي، بس شوفوا بعدهم يردون ياخذون لفه. فيمكن اذا احطي فوق بعد بياخذون لفه. يا جماعه يا جماعه يطلع الروح يا جماعه، لانهم بيطلعون سيده لبرا اقرب لهم، بس هم يدخلون يلفون. لحظه صبر اظني عرفت انا هذا الموضوع بيسوي لي ارق، واذا ما استوى الحين خلاص بكمل شغلي وخلاص ما بقعد اضيع الايام كلها شي. شارع غبي شوي بس ما عليه، خلتي خلاص براهم مشكلتهم، انا متفاهم مع الوضع بيتعبون وياهم. انزين خلنا المدخل من تحت بيستوي مضبوط، بس مشكلة مرة ما حطينا المدخل تحت. انزين المهم زدنا نحن الكارغو، لانه في وايد كارغو حق احمد تولز، اذا حصلت تولز زيادة وايد حلو حق التطور. شوف المدينة بتكبر ترى بشوي. اخباركم انتو؟ اوكي وايد حلو. وهني كم واحد؟ 44 واحد. زين شو اخبار الترامات؟ يسوون فايده وايد؟ خليل ترام كله فايده، احمد طه ترام كلهم يسوون فايده. فشو بسوي؟ بزيد هني حبتين خليل ترام، بعد ازيد حبتين على اساس يزيد سرعة انهم يشلون ناس. شوف في ناس هني واقفة، شوفوا واحد اثنين، هاي اللي كانوا موجودين في القطار ما كانوا احسن؟ والله كان احسن وايد صح؟ دخلونا فلوس على الاقل. هني كم واحد؟ هني القطار هذا هو، انا اسدق كلك هناك ليش؟ 45. فالحين ابي شوي انه اسرع انهم يوصلون 30، هذا معناه نسبة الفائدة مال القطار مالنا هذا تكون أسرع صح. السفن شو أخبارهم؟ شلوا حد أصلا؟
هذا اوريدي موصولين في الترام هنا، ما عندي مشكله. هناك بعد في 9 ينتظرونه، بس السفينه كم تشل اساسا؟ هني وهاي زين، بخلي هاي السفينه ترجع لان اباهم يتلاقون في الوسط وهم رادين، احسن بيكون. بيسافرون بحر، اظن سفر بالبحر ارخص على الناس يمكن، بس هو بالنسبه لهاي المدينه طريقه السفر الوحيده ترى بحر، مش الوحيد، عندهم بيقدروا يطلعوا بسيارتهم، لكن اتكلم كاللي ما عنده سياره شو بيسوي؟ لازم يستغل البحر صح؟ والبحر ما اعرف هل هو بيكون مفيد ولا غير مفيد، خلنا نشوف، لان البحر يباله وقت طويل لين افهم مفيد ولا مضر، لانه ما شال لي وايد بعد. والسفينه واحده تشيل كم؟ 70 ترى، وتاخذ تاخذ يعني وايد وقت، مش وقت بسيط انها توصل. وللحين ما فيها وايد اركاب، شوفوا يعني مثلا رجعتها من متى، مو بنفس القطار، قطار وايد اسرع، بس قطار مهني لهناك وايد بطيء. ممكن نسوي طيارة اذا حصلنا مدينة عندها موارد قريبة، ممكن نسوي طيارة للعاصمة. اوه هذا الفيول مرة قريب، بنبدأ نشتغل على مدينة جديدة. صبر زين، الحين شو خبره هذا؟ نزل ناس، بعدنا في الخسارة، ومش الخسارة الفعلية ترى، بس ان شوف الحين بيتلاقون في الوسط هني كم واحد يترى؟ 13 واحد. اوكي هاي اللي بينتظرون دام انهم مكفوا حق السفينة، يعرفون ان السفينة تتأخر، يعني مش مرد علينا اقول لهم ان السفينة بتأخر صح ولا لا. الاكل شو خبره في المدينة؟ اظن الطلب زاد عليه، خلنا نشوف. لا اوكي اوكي، عشان نغطي اكثر من احتياج المدينة اصلا، فما بزيد اي شيء بالنسبة للاكل، كمية الانتاج كفاية اساس ما يوقف انتاج هذا، بس كمية الانتاج اكثر من كفاية حق المدينة، كل شيء قريب لنا. مثلا هالحين هاشل 17 واحد، واو 17 واحد نايس. بيوصل هنا كم واحد فيه؟ بيوصل بعد 17 20 واحد. بس مدينة خالد ما ادري اسويها فيها مواصلات ثانية ولا يكفيها؟ لان الحين هم قاعد يحصلون شو؟ مواد بناء. انا بالمدن اللي انا اتعامل وياها كنقل، بنفس الوقت تطلع مثل ما تقولون شو؟ لا اله الا الله. في نفس الوقت اوه في وايد كونستراكشن ماتيريال معقوق. صبر خالد كونستراكشن، انه يكون فيها حركة تجارية، مش بس يكون فيها حركة، اسمها خالد كونستراكشن ماتيريال. خلنا نزيد ندبل الانتاج، ولا ندبل الشحن بالاحرى. هاي اللي ياخذون لفه، بس فاهم ليش، ما عندي مشكله. زين فهذا معناه ان الحين هذا الكونستراكشن ماتيريال اللي قاعد ينتج هنا على اساس ما يقل الانتاج دام عليه طلب هنا كثير. خلنا نسوي زوم اوت عشان نقدر ندكلك. ايه دام ان عليه طلب دبل، دبلنا شو اسمه، ما عندي مشاكل. هذا 15 واحد وصلوا، الحين كم واحد هنا؟ هذا بيشل 4 بس، لكن فعليا هذا ترى متوصل مفروض بسيستم النقل المفروض. اوكي انا الحين مش متاكد ان لازم اضيف محطه ولا مش لازم اضيف محطه، لكن على ما اتصور مش لازم، لان الناس ممكن تمشي، بس بيكون حلو اذا ضفت محطة ترام تاخذ لفة من داخل، لكن لفة هاي اصعب لفة في العالم خاصة مع الاوفرلاب هذا. لكن ممكن احط محطة زيادة هني على اساس الناس تنزل اقرب، انا احط محطة هني وهي على اللاين نفسه خليل ترام. شوف كذي انا ارتبهم بالاسم، شوفوا اقدر احصل بسهولة. هاي رقم 3، ندق على رقم 3 نضيف ستيشن بعدها رقم 4، يوقفون في الطريق ينزلون الناس حق منو؟ حق السفينة، بدل ما الناس تمشي كل هذه المسافة هني وهناك بيكون أسهل لهم. أقدر أسوي ترام هني وأقص البقعة وأردها ترى. شوفوا على طول في حد وقف هني، معناه هذا مكانه زين، الناس تحتاجها الأماكن هاي. فإذا السالفة بالطريقة هاي، قلنا نحط الشارع صغير من هني لين شارع 200,000، ما عليه بيردون يبنون، ما عندي مشكلة. ونعدل هذا على أساس نزيد محطة ترام وين؟ هني في المدينة بالضبط عندهم. فبشل اللاين خليل ترام رقم 4، بحط رقم 5، وبشل رقم 4 من الحسبة،
زين وراح شو اسوي فيها لان في محطة ثانية قريبة ما باهم يوقفون هناك اصلا. يجون هني دايركت شوفوا يوقفون عند منو عند المينا على طول يوقفون ما يحتاجون هم ياخذون درب طويل. انا اظني اللودنج هذا يشل الناس الباقية فبيشل الناس اللي هني وبينزل الناس اللي يحتاج ينزلهم بيكون وايد احسن عندي من اني اخليهم ياخذون درب طويل لهناك. نفس الشيء هني كم واحد 40 واحد قام يزيد اوكي زحمة في المدينة وايد قاعد تزيد بس اظن المدينة الاساسية بتستوي مدينة احمد طه. زين هني اثنين هني عندي اوريدي عندها على طول واحد قريب مش محتاج اسوي وايد بس هذا كم شل معه شل معه 7 واللي هو مش مثالي الصراحة بس اتمنى الزحمة تزيد سبب هذا. بس شو اخبارهم على 7 اللي يشلونهم يطلعون فايدهم؟ اوه واحد يطلع فايدة نايس هذا 23 اي واحد هذا جايب 23 نفر نايس 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 نايس. الحين ما بأبدأ مشروع ثاني حاليا لان في مشروع في بالي ابدأ بس النقل هذا ناجح. النقل هذا سيستم المدينة هذا ناجح خاصة ان بعد ما حصلوا كونستراكشن ماتيريال هني وايد بينمون اكثر. خلينا نشوف مدينة منو احمد طه اللي قاعد نبلها تولز من اخر الدنيا شو اخبار التولز فيها. لازم نشيك تولز من 62 من 155 مش مثالي لكن معناه المدينة قاعد تكبر. المدينة تكبر معناه ناس اكثر معناه ناس تسكن افضل معناه اخبار المواصلات توصل مدينة كامل ايه توصل مدينة كامل توصل بشكل ممتاز. بس ادق على المحطة يراويني تغطية المحطة بالنسبة للمدينة اكثر مما تحتاج المدينة هاي اذا توصل لين وفي شارع لين طهران مرحب الساعة. انزين هاي اللي عندهم فيول بس اذا اقدر اجيب الفيول لمدينة خليل من هني بيكون افضل اذا اجيب لمدينتي انا الكابيتال فيول. اوكي هذا مشروع والله صراحة هذا مشروع بياخذ وقت وايد والتخطيط له بيكون شيء خطير جدا 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 لكن معناه يمكن افكر اسوي سفينة من هني اخذ المدينة خليل دايركت. مدينة خليل تاخذها المدينة خليل لكن ممكن اسوي حتى الشب كارغو شب دايركت لين حق المدينة هاي بس اللفة اللي بتاخذها جبارة مقارنة يعني. بس هو بيجي الحين من وين بيجي من هني في الوسط لين وين بياخذ لفة كاملة بيعق هني دفعة اذا احطيه هني اذا احطيه هني ما بياخذ اللفة هاي كاملة. اذا احطيه هني معنى بحطيه هني في نفس الوقت نفس الشيء بحطيه هني بحطي سفن صغار نفس هذاك في نفس الوقت نفس هذاك مش محتاج وايد اعدل على البنية لمرحلة هي على طول بيبدأ الطلب على المواد استشتعال اذا اسوي هالحركة هاي بيكون وايد حلو لان الطلب بيكون مباشر جدا. اهم شيء القطار شغال 100%. في مشروع قطار صعب وايد لين هني تقريبا يكون بس بعد ما يحتاج يعني وايد مشروع كبير. هذا محتاج بلانكا في بلان قريب مخططات مستقبلية يا جماعة. شو بلاستيك اوكي بلاستيك حد ثاني يحتاجه كان هني شو السالفة للحين في كونستراكشن ماتيريال زيادة معناه الحسبة كانت زينة بالنسبة لعدد سيارات ترى زين سوينا ان غيرنا المواضيع وال ان كم بلانك شيء لحظة وين احمد بلانكس اقولكم شي نبدلها بشيء ايدد لا بس نقدر نسوي لها كوبي حاليا شوف يا سلام الحين عندنا شغلات جديدة قامت تطلع 1950 اظني وايد شغلات جديدة بتطلع حتى القطار هذاك يمكن كان غيره. زين ها
هذا معناه يا حبيبي هذا كم خط على احمد ووتو؟ احمد ووتو وردي عليه 10 بزيده 5 ما يكفي 10 خلي يشلون زياده من هني على اساس انتاج هني بعد يتم يزيد بعده في مجال انه ينتج زياده وايد وهي اللي ممكن يشلون اكثر وايد بس حاليا هل محتاج يشلون اكثر وايد؟ ايه محتاج يشلون اكثر وايد فبندخل بعد على احمد تولز سوري مش مهني احمد تولز بنحط 5 زياده مره شحن مره شحن اسطول كامل استوى عندنا اسطول كامل الحين الهدف انه هاي كلهم يكبرون بما ان المواد تي شوي 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 يكبرون زياده اصلا هم عندنا مشكله لان كل ما يحصلون 100% من احتياجهم للتول ولا من احتياجهم للشيء اللي نعطيهم شوف الشوارع الجديده اللي قامت تطلع بناء على الشارع تذكرون سويت الشارع مهني انا كامل بروحي شوف البيوت كيف قامت تطلع هذا هالسبب تم تشيك تغطيه هل تغطيه المواصلات كافيه ولا لا لان الناس تقعد تسكن بما ان البزنس يكبر الناس تسكن والقطار حتى الزحمه عليه تزيد ما شاء الله القطار على فكرة مدخلنا فلوس حلوة شو الأخبار حبيبي قريبا نحتاج قطار أكبر يمكن بس السفن مش متأكد يمكن لأن الحين بدوا يشلون 40-40 ممكن يستوي أحسن والمينا هذا في 40-1 يمكن الحين يبدأ يدخل فلوس لحظة بحس مسافة وايد بعيدة لها السبب حتى الفيول أنا مش متأكد ما يدخل فعليا وايد في حد خلاه ورا واحد الواحد الثاني بيشله هذا ما لحق على السفينة موعدها برايه يوم هاي الفل قدر يزيد واحد بعد اذا وصلوا المرحلة انهم عباين فل مثلا هذا 40 عنده وهذا كم بس اذا بسوي حق هذا لازم اسوي وايد المهم هاي مدة الحلقة وخلصت من دقيقة ونص اصلا دقيقتين بس قاعد اخطط معاكم ونشوفكم في حلقة قادمة على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.